طيب محاولة فاشلة، حاول اجرب الكلام بتاع ريان. اوعى ولا ده جماعه من اول محاوله. سلام يا سلام. ودلوقتي يا جماعه عدنا مع تحديات المتابعين. عاملين يا جماعه الاخبار؟ تحدي النهارده ان انا اكسر رقم القياسي في طريق ضرب غاز موكسيا. فتعالوا نشوف بقى الرقم بتاعي كام، وشوف بقى هكسره المركز الكام وكده. يعني تنساش بقى لايك سبسكرايب الحاجات الحلوه دي، ويلا بينا نشوف الرقم كام. طيب انا في المركز ال 2449، وعلى فكره انا دخلت في دقيقه 49 ثانيه و57% ده كان وضع المرآه. فالمفترض ان انا دلوقتي ادخل بقى في رقم احسن من كده، ومفترض انزل تحت ال 1000 بسهوله ان شاء الله. فتعالوا نجرب. هوبا كويس. طبعا بلعب بالبطريق بنت المحترم. طبعا بسيب النسخة القديمة بكل سهولة، لأن هي كانت وضع المرآة، وضع المرآة صعب جدا خصوصا في الطريق ده. فلما بلعب بقى بالوضع العادي بيبقى الموضوع أسهل بكتير. ماشي، حلو جدا. يلا بينا. حلو 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 حلو. يلا بينا. اوهو دقيقة 48 ثانية ونص. بعد كام محاولة كده دخلت في دقيقة 48 ثانية ونص. أنا وفرت حوالي ثانية كاملة، كنت واقف في دقيقة 49 ثانية و57، يعني وفرت ثانية و7 من 100 كمان. تعالوا بقى نحاول تاني. طيب محاولة فاشلة، حاول أجرب الكلام بتاع ريان. أوعى ولا ده جماعة من أول محاولة. سلام يا سلام. هاها وانا 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 حلو اوي. محتاج بقى اتدرب شوية على اختصار المروحة ده عشان هيوفر معايا وقت. يعني هي جت معايا كده تجربة، بعد كده ما جاش معايا كتير. بس ايه اظبط الوقت المره دي كده، لا محاوله ناجحه ولا ايه يا مسائل. ماشي حلو. تمام 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 تمام. ايوه 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 دي 48 و20 من 100، ولسه عندي احسن يا جدعان. لسه الطريق ده لسه في حاجات حلوه، بس انا لازم اتدرب على اختصار المروحه. تعالوا نحاول تاني. حلو، عارف بدأت تبقى وحشة أوي ليه كده ولا حلو. قربني شوية منه، يعني الاختصار مش بيوفر كتير، ممكن يوفر بتاع ربع ثانية ولا حاجة. استنى انا ايه اختصار المروحة كده، شوف هيعمل معايا ايه. وانا دم أوي 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 يا اختي. الحمد لله. انا كان في دماغي دم أوي بس مش للدرجة دي. حلو حلو حلو. تعالى 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 يا سلام. وسبيت المسكوتين القديمه كمان. الاختصار ده صعب في اول لفه بس، لان انت ممكن تبقى مش محافظ على سرعتك. بعد كده الثانيه والثالثه لو انت محافظ على سرعتك الاختصار هيجي بسهوله بصراحه. هي اللفه الاولى يعتبر الاصعب يعني. يا سلام. الحته دي بقى، الحته دي عايز نظبطها. ماشي 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 ولي ولي. حلو دي برضه عايز تتظبط.
على ساعة ومش مشكلة. دقيقة 47 64 يا جدعان، انا عمال افرق بالثانية كل مدى وكل يعني لسه عندي. اول ما تلاقي الفرق بقى مثلا ايه جزء من الثانية وحاجات ضعيفة كده، اعرف ان انا خلاص جبت اخر. كنت طول ما في فروقات كده التحسن بالثانية وبالنص ثانية وبثانية الا ربع كده، يبقى الموضوع لسه فيه كتير. حلو قوي وحلو قوي موضوع المروحة ده. ده كان تحدي من ريان، عملت التحدي اهو اعمل حاج. انا الصراحة ما كنتش عارف ان انا هعمل التحدي ولا لا، بس هو جه معايا بقى. فتعالوا نحاول تاني بقى التحدي ده، واحاول اظبط الطريق اكتر يعني، خلي الموضوع احسن يعني. يلا بينا. هوبا هوبا كده، واحدة هو ليه نفس اللفة الاولى دي البداية بتاعتها تظبط كده، مش عارف ليه مشكلة. الاثنين بيجيبوا صار المروحة. هو على البودي جارد اللي بيلف حوالين النسخة القديمة. تمن دقايق تمن دقايق. استنى يود استنى يود وليه. ايوه حلو حلو حلو. دمي 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 دمي. كويس يا سلام. اوعى وشك. وحشة ودي وحشة اوي. ماشي 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 ماشي. حلو 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 حلو. استنى اهو استنى اهو، ده الفرد اللي انا بعقه ده. اوعى اوعى نفسك على السبيل يا اللي اوعى ليه. ايوه كويس كويس تمام. دي 46 و 60 100 حلو قوي، بس مش عارف حاسس انا عندي احسن، بس حاسس انا بقيت باخد محاولات اكتر بكتير من الاول يعني. انا طبعا في الكواليس هشيل الكواليس كلها، هحط لكم بس المحاولات الناجحه، اللي هو يعني اخر مره دينا موفر ثانيه كامله ولسه عندي احسن، بس الموضوع ما بياخد وقت اكتر لان الطريق بيوتر جامد الصراحه. طيب بحاول لكم حاجه، تعالوا نشوف بقى زي كل مره كده، شوف لو انا عديت ال1000، لو بقيت اقل من ال1000 يبقى كده خلاص نسيبه للمرحله الجايه من التطوير. ما عدتش الالف هطور تاني. دي تالت مرحله من التطوير على فكره، اللي انتبه هيبقى عارف. اول مرحله اللي انا كنت بهزم فيه بكل الطرق، بعد كده تاني مرحله اللي انا هزمت المطور، ودي تالت مرحله اللي انا بكسر ارقامي القياسيه. المرحله الرابعه ان شاء الله اللي انا اكسر ارقامي اكتر واكتر، وبعد كده بقى اوصل للناس اللي هي توب 10 وكده يعني ان شاء الله يعني. بس واحده واحده. تمنمية ستة وخمسين حلو جدا يعني، نزلت تحت الالف. تمام المره الجايه ان شاء الله بقى التحدي في طريق وادي الساعات. انا عملت ثلاث طرق يتعمل فيهم تحديات، كان طريق ميجا بيكس مانيا، وطريق وادي الساعات، وطريق انابيب برو. انتوا اخترتوا طريق وادي الساعات كده، يبقى معاكم انابيب برو او ميجا بيكس مانيا. تمام وبس كده، دي كانت كل حاجه. ما تنساش بقى لايك وسبسكرايب الحاجات الحلوه دي، واستنوني في الفيديو الجاي، ويلا سلام.